حياكم الله مشاهدينا الكرام وإليكم موجز الأخبار. ناقش محافظ صلاح الدين بدر الفحل مع وفد من عشرة ألب حشمة الواقع الخدمي في ناحية الشيخ جميل وإعادة إعمار جسر القرغول الذي يعتبر شريانا حيويا للمنطقة، بالإضافة إلى معالجات شبكات المياه لتوفير مياه صالحة للشرب. دعا قارة التنسيق الشيعي أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع يوم السبت القادم لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية. وجه القائد العام محمد شياع السوداني بضرورة التنسيق العالي والمهني بين الأجهزة والوكالات الاستخبارية لمختلف التشكيلات الأمنية والعمل على توفير كل المتطلبات اللازمة لنجاح الخطط الأمنية والاستخبارية في ملاحقة الفلول الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة. حذرت بغداد من أن الحرب الجارية في المنطقة قد تؤثر سلبا ليس فقط على العراق بل أيضا على الاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية فؤاد حسين مع السفراء العرب المعتمدين في جمهورية كرواتيا، حيث استعرض معهم تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الحرب في غزة ولبنان. أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية جمان الغلاي أن النتائج الأولية لانتخابات برلمان كردستان في دورته السادسة غير قابلة للطعن، حيث يتم جمع الأصوات وتقسيمها على عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية وفق صيغة هير الانتخابية. حل الحزب الديمقراطي الكردستاني أولا في انتخابات برلمان الأقليم، فيما جاء الاتحاد الوطني ثانيا والجيل الجديد ثالثا، بانتظار حسم الفرز اليدوي لبعض المحطات لتعلن المفوضية النتائج النهائية. أثنت سفيرة الولايات المتحدة في العراق ألينا رومانسكي على مواطني إقليم كردستان لالتزامهم بالديمقراطية وإتمام الانتخابات التشريعية في كردستان بنجاح، فيما حثت الأحزاب السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة دون أي تأخير. الموجز انتهى، إلى اللقاء.